ان شاء الله في اخر شيء هذا ما اسمع. اذا مستمعينا الافاضل وردنا الان في هذا العاجل، اهلا بكم الى هذه النشره الخاصه التي سنوافقكم بها برساله من الرئيس المتحدث عقده عبد العزيز بوتفليقه. إنه نظرا للانسداد الواقع حاليا في البلاد وبالنظر للخطورة التي يكتسيها الوضع فإنه قرر التضحية والعودة إلى الحكم. الله أكبر. وقال السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للشعب الجزائري: أيها الشعب الجزائري، أنا متأكد أنهم يدفعوك إلى تظاهر ضدي، ولكني أعلم أنك تحبني، ولذلك أنا قد عدت إليكم لأتمم المسيرة التي بدأتها معكم منذ 1990. وأضاف السيد عبد العزيز بوتفليقة: سألغي كل القرارات والإجراءات التي صدرت في مرحلة غيابي، وسأعاقب كل من تسبب في هذه الفوضى التي تعرفها البلاد، كما سأصدر قرارات هامة وخطيرة ابتداء من اليوم، وهي في عزل كل من كان وراء استقالتي ومحاكمتي أمام العدالة. وأوضح عبد العزيز بوتفليقة أنه سيعين شقيقه السيد السعيد بوتفليقة كنائب له، أي النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويمنحه كافة الصلاحيات والسلطات، كما سيعيد تعيين السيد أحمد يحيى كوزير أول نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها للشعب الجزائري. وقد أثارت عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من طرف الطبقة السياسية. لا أصدق هذا، أعتقد أن الرئيس بوتفليقة انتهى بقوة الشعب، وأعتقد أنه سعيد. ها؟ يهضروا معاهم يهضروا. اسمحوا لي برك، ها؟ دقيقة برك، ها؟ نعيط برك. انتهى الأمر. لا يمكن أن يكون بصفة قانونية يوم الشرعية في يوم 22 فبراير، مستحيل أن يعود. زكي السلام عليكم. لاباس بخير ولا غير؟ الحمد لله، الله يحفظك. الكارو برك يا سمح لي، الله ينورك يا زكي، الله يحفظك يا اخو. نسقسيك برك، واش راهم يقولوا بوتفليقه ولا ورد خوه وما على باليش؟ الله اكبر، الله ينورك حبيبي. صحه، شكرا، امين. صحه صحه وجا الخير خويا جا. ولا قال لك شاف اوفيسيال؟ ها كيفاش؟ عم يخلطوها، هذه أبزوع اليوم فرنسا، على بالك، أبزوع اليوم فرنسا، على بالك. ما يخلطوهاش عليها يا عمو، بالعكس دوكا هكذايا تصفى إن شاء الله. كي ولا الرايس؟ تصفى دركا. تصفى، شنو هذا؟ دار خوه ودار إيه؟ يحيى. مليحة لينا هكذا عمو، لا لا. مليحة. آي والله. ها؟ مليحة. ولا يا عمو لا. اكتب. وش نشوف؟ مازال خير قدام، ما دخل. ها مازال خير قدام، يعطيك الصحة، هادي الهضرة المليحة عمو. الشعب والله مي يقبل. وعلاه علاش عمو، علاش الشعب ما يقبلش؟ علاه؟ مليحة تسمى ولا كيف؟ مليحة بيان سير مليحة. نكون يخرجوا. دقيقة بك، نحطوا بك هنا باسكو لحقنا بك. شوف كون يخرجوا. اه. عصابات تخرج. اه. ريح ريح عمو ريح، ما تقلقش راك ريح. كون عصابة هادي تخرج. اه. اسمع مليحة. كل عصابة تخرج، كل إنسان كان حياته باية كل خلف الحمر الطرفيك والآخر كل، شكون يدخل؟ شكون يدخل الشيرة؟ شكون يدخل الغبرة؟ شكون يدخل الشعب عمو؟ الشعب هو المشكلة. معك سنهضر معك. ها هاك شوف، هاوليك فكرتني، هاو راح سيد وما خلص. هاك شوف، ها شوف، الشعب سراق، الشعب سراق، ويقول لك النحو سراقين. وشوف ويحيى ولا وسعيد خوه، سعيد خوه الريف الراف، شاكيب خليل والاخر ما يتحاسبوش، والشعب ندخلكم للحبس. خلي هو يكمل يا سبحان الله يا عمو. علاش 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 هكذا؟ علاش نقول لك حاجه، احنا هذه الخطه ما نتفاهمش. ها؟ ما نتفاهمش. على عمو فهمني صح، فهم شاكيب خليل يسمحوا له؟ يسمحوا له، ما داروا والو يا عمو. الشعب اللي يدخل الحبس، الشعب. لا لا انتوما تدخلوا الحبس. باذن الله غير تدخلوا. كيفاش لا لا عمو؟ روح روحك درت لك حاجه بالسلطه. علاه؟ راك مبحر كاع يا عمو، اسمح لي، راك مبحر وراك غلط 100%. قنعني صح، قنعني قنعني، راك غلط. شفت شفت، عرفتها. ما قدرتش نهضر معك واحد اللي يرجع لي الكلام هكذا، ما نقدرش نهضر. لا عمو اخي زمان يبين يبين. اه وشوف سبحان الله، عندي شحال قلت لهم باللي دور 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 يعاود يولي الرايس، وهاي التصويره تاعو شوف سبحان الله، صدقني بالله غير هاي لك، كنت مخبيها عندي شحال باش نعاود نعلقها في الطوموبيل. وتحيه بوتفليقه، اللي حب حب واللي ما حبش الله لاحق.
انا باسكو انا حقاني يا عمو. وعندي تصويره صغيره هاي لك، هاي لك عندي تصويره لهنا صغيره ديالو تاني، هاي لك نحب نمدها لك اديها هاك عمو. اديها عمو ولا غير نورمال شبيك؟ لا ما اديهاش عمو، ها ولا الرايس عمو ما نديهاش من عندي ولا غير من عندي. تعرف نقول لك حاجه، تعرف وراني انا وراني وراني نشوف فيف موا تحيا انايا اخت. هاي الهضره العيانه الانانيه تسمهنا عمو الانانيه. انا عندي ولادي نوكلهم نشربهم انا والرئيس تاعهم خلاص. انت هو الرئيس تاعهم؟ تاع ولادي. هذه الهضره العيانه. عندي راه جبت بارك جبيني خلاص سيبو عندي. الشيشه طلبها ماشي ناكل ونشرب. نكارين خير سمعتوا من الشعب؟ انا نكر. نكارين خير؟ نكرتوا خير الرئيس؟ تهلا فيكم الرئيس. واش تهلا فينا بلا مزيتو؟ بلا مزيتو انا. كيف بلا مزيتو عمو؟ يعني خدام نهار كي كنت نخدم ما كانش الرئيس بوتفليقه، نهار كي كنت نخدم ما كانش الرئيس بوتفليقه، انا كنخدم كان بومن ديالو بن بلا، انا بديت نخدم انا في حاسبه خديت مع الكول، انا من السبعينات وانا نخدم. كنت معك. عمو راك غلط، عمو اسمح لي راك غلط وراك مبحر. وراك مبحر مبحر مبحر، ودرنا الكاميرا كاشي في رمضان، وبوتريقه ما ولاش، وخو سعيد ما ولاش، ويحيى ما ولاش، ودرنا الكاميرا كاشي في رمضان. الله يسلمك الله يسلمك. هاي البداية بدك تخرج في رمضان، تخرج ان شاء الله عمو. وكرسي خاصة بالعدلة، وخلي اليد انا عندك. عملت هذه افتح الكهرباء عمو. هاليك هاليك افتح لهم الكهرباء، افتح لهم الكهرباء. هاي هاي العمو هاي هاي. يعطيكم الصحة يا خو، بارك الله فيكم. بصح أنا ما ركزتش على بالي واش راني نهضر، أنا نموت على الوطن تاعي، نحب الجزائر. وصح رمضانكم، وكل عام وحنا حيين إن شاء الله البلاد هذه تسقم وتولي المالحة. بارك الله فيكم. اركب معنا على البيكليت الشوكة.